امبارح عرضنا لحضراتكم الجزء الاول من الجوله اللي قام بيها زميلنا حسام حداد داخل متحف جاري اندرسون اللي موجود في قلب القاهره القديمه وتحديدا في شارع احمد ابن طولون. امبارح شفنا حسام في بيت امنه بن سالم، والنهارده هنشوفه في بيت الكريتليه والجزء الثاني من يعني هذا التقرير مع حسام. اتفضل. صباح الخير، أهلا بيكم من قلب القاهرة الإسلامية. عن يساري بيت تحت اسم الكريتلية، بترجع ملكيته أو ملكيته الأخيرة إلى السيدة الكريتلية اللي بيرجع نسبها إلى دولة كريت، واتبنى سنة 1631 ميلاديا على إيد محمد سالم. التركية. تمام. دي غرفة مميزة جدا وليها جزء من تاريخ مصر. مظبوط؟ تمام. قولي لنا بقى، نبتدي من الكرسي ده. هو من ضمن المجموعة اللي جاري اندرسون مجمعها. هو يقال ان هو الكرسي اللي هي العرش الخاص بالخديوي اسماعيل. وعندي كمان بقيه المجموعه فريده من نوعها برضك. طيب الكرسي اتنصب عليه الخديوي اسماعيل ولا كان ده الكرسي اللي بيقعد عليه الطاولة؟ لا، هو يقال ان هو اتنصب عليه الخديوي اسماعيل عشان كده في التاج الملكي فوق. تمام. من ضمن المجموعه الفريده برضك اللي هي اللوحه الخاصه بالخديوي محمد علي ولي مصر محمد علي. تمام. مصبوط. بعد توليه الحكم بسنه مؤرخه ب 1806. وعندي هنا شعار الدوله العثمانيه، ويمين وشمال الصورة في عندي زجاج مصنوع في التشيك وباسم بوهيميان جلاس أو زجاج بوهيمي. هذا دلوقتي لسه بيتصنعوا البوهيمي ده، كريستال البوهيمي. حاجة لا تقدر بثمن. يعني بشيء وشويات يعني. هي عندي هنا ألوان هي الأزرق، بتميز الألوان الأزرق أو الأخضر. وبقية الصالون زي ما قرينا آخر حاجة كده نجاري أندرسون مجمعه من سوق السلاح، يعني من سوق السلاح في القاهرة. تمام. ننتقل إلى غرفة نوم. غرفة نوم جاري اندرسون. دي أوضة نوم جاري اندرسون. تمام. واسمها الغرفة الفارسية. الفارسية. قلت لي بقى قصة ده شايل فلوسه تحت البلاطة. احنا تمام. لما حد يبقى محوش قرشين كده ويقول لك انت مدكن تحت البلاطة. تحت البلاطة. ايه بقى قصة تحت البلاطة؟ البلاطة هنا بشاور عليها ايه؟ ده المكان المفروض ما كانش حد يعرفه غير صاحب البيت، لان هو دي بلاطة بتفتح تلاقي تحتها كده تجويف تحط فيه الفلوس بتاعت الخاصة بيه، ومحدش تاني بيعرف طبعا مكانها، لان هي دي المفروض تبقى أوضة النوم الخاصة بصاحب البيت. وهنا بقى تحت البلاطه. تحت البلاطه يعني مفيش فيها حاجه. الدور ده يعني في طاسه خضه وتحت البلاطه في تفاصيل كتير. في تفاصيل كتير. طيب ايه تاني كمان في الاوضه مميز؟ صوره ضبش اللي هو كان خادم المطيع لجاري اندرسون، وهو كان بيخدم جاري اندرسون وهو صغير. وكان بيكتب على فكره برضك انجليش، بس انجليش ركيك شويه. عندي الارض ده سرير ضبش اللي كان بينام عليه خادم جاري اندرسون اللي كان بينام هنا. جاري اندرسون كان بينام هنا، وده السرير كان بينام عليه ضبش، وهو عندي من غير اي مسامير، هو نظام عاشق ومعشوق. وعندي هنا الارجل له اللي هي طراز واخده شكل طور. حوافر يعني. حوافر الطور. عظيم جدا. طيب نروح على السطح بقى. اتفضل بينا. سطح بيت الكريتلية. احنا موجودين فوق سطح بيت الكريتلية، ورانا مسجد احمد ابن طولون. مظبوط كده؟ الاول فكرة بناء الجامع فوق جبل يشكر ان هي اصلا نسبة لاول قبيلة جت هنا، ابن احمد طولون اصلا يختار المكان لبناء الجامع بتاعه او القصر بتاعه او المدينة بتاعته اللي هي مدينة القطائع. الجبل اول قبيلة جت هنا نسبة اسمها يشكر ابن جديلة او ابن جزيلة، ويقال ما كانش فيه اي حاجة خالص غير الجبل، هو اسمه جبل يشكر، وقدامه بركة اسمها بركة الفيل، وتوراها على طول بركة قارون. تمام؟ عظيم.
تعالوا نبص بقى على الجامع. احنا قلنا الجامع قعد يتبني حوالي 6 سنين من 259 هجري لحد 265 هجري. المنطقة دي كلها اسمها زيادة، زيادات. المصلي ما بين السور الخارجي سور، زيادة والسور التاني سور، بعد كده يدخل على الجامع. تمام، عظيم جدا. كل الزيادات دي والأسوار عشان تفصل لي المصلي اللي طالع عن اللي بيحصل بره، عايز تأهله للصلاة وطمأنينة، تديله طمأنينة وسكينة وهو داخل الجامع، عايز يعمل فصل تام ما بينه وبين اللي بيحصل سر في الشارع. اختيار ان البيت يتبني على سور الجامع مباشرة؟ اولا سر ان هو البيوت في الغالب مكان تتبني جنب الجوامع تبركا بيها. اي بيت عايز انا مش جنب الجامع، ده في سور الجامع مباشره، ما هو مش هيطلع غير السلم، عاطفه الجامع بعد كده يطلع السلم ويطلع على البيت على طول، على الجامع على طول. عظيم. مش هياخد وقت، هيتوضى ويطلع يصلي في الجامع على طول. احنا هنا في شغل خشب وارابيسك كتير قوي. تمام. والسطح مميز. تمام. مش باقي البيوت فيها سطوح شبه السطح ده، مظبوط؟ طيب، اولا هو السطح الخشبي ده ما كانش موجود قبل كده. لما جه جيمس بوند عايز يصور فيلم بتاعه ذا سباي لاف مي، هو فرقة الإخراج بتاعته هي اللي جمعتهم البيوت الفاطمية القديمة وسابته إهداء المتحف. صور الفيلم بتاعه في 1973 وبعد كده عملوا إهداء المتحف وسابوا الخشب هنا موجود، وسابوا لأنه كان بيصور في نفس المكان كده وهو بينط على الفناء المكشوف لي أو الزيادة الخاصة بجامع أحمد طلال. يعني الخشب ده بتاع جيمس بوند. تمام، صح كده؟ نفس اللقطة كده وانت واقف هو بينط الناحية التانية. نتكلم على السلم. نتكلم على السلم. المفروض إن هنا عندي في الفيتر أو دمويتر أو أسانسير للأكل بيطلع هنا الخادم ده، كان موجود من ايام جير اندرسون. جير اندرسون جير يعني أندرسون. بنتكلم من بعد 1935. تمام، جير اندرسون اول مسكن بقى في البيتين 1937. عظيم. جاب هنا اسانسير الاكل صغنن كده من الخشب تحت عندي في الدور الارضي. بيطلع الخادم بيستقبل الاكل والشرب من هنا. بعد كده يطلع على الغرفه الصينيه السلم ده، يدخل الناحيه الثانيه على غرفه الملكه آن ويقدم الاكل لجير اندرسون عشان كان بياكل في غرفه الملكه آن، او على الغرفه الفارسيه اللي هو كان بينام فيها، هي غرفه النوم بتاعته الخاصه بيه، غرفه النوم الاساسيه لجير اندرسون. تمام. في هنا جنب السلم اللي بيودي للغرفه الصينيه. تمام. المزوله. تمام. ساعه شمسيه، صح؟ تمام، ده السلم. تمام. ودي الغرفه الصينيه اللي كان بياكل فيها، مظبوط. يطلع منها الخادم على الغرفه، من الغرفه الصينيه يطلع منها على غرفه الملكه آن عشان جير اندرسون ياكل في غرفه الملكه آن، او يطلع منها على الغرفه الفارسيه هنا عشان ياكل برضك فيها جير اندرسون. عظيم جدا. طب المزوله، نتكلم عن المزوله. الاول هي اصلا مش بتحطه على الحيطه خالص. هي المفروض تحط في نقل مكشوف للجامع عشان في عندي هنا في خرمين او في ثقبين، الثقبين دول بيتحطوا فيهم عباره عن عصيان. العصيان دي عن طريق الظل بتاعها بعرف التوقيت. ابص الاقي عندي هنا الاشرط دي هي الظل الخاص بالعصيان، عندي مؤرخ هنا او كاتب بعد الزوال وقبل الزوال والفجر فاضل عليه كام درجه، بعد زوال الشمس وقبل زوال الشمس، عشان يبقى انا عندي عن طريق بحط اللوح او المزوله على الارض، الشمس في مكان فيه شمس، الظل الخاص بالعمدان هو بعرف منه، بعمل شرط شرطه 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 مع كل تغيير الظل الخاص بالعمدان فبعرف منه توقيت الصلاه. زي كده في الكشافه لما كانوا بيقولوا لنا نحط العصايه. تمام. في الرمله ما حركهاش زي ما هي ثابته، الظل بتاعها اللي بيتغير ومع كل تغيير الظل انا بعمل شرط على الظل بتاعها، هي دي مكان الظل بالظبط اللي هي الاشرط اللي عندي كلها. يلا نشوف مكان تاني في البيت. اتفضل. نشوف مكان تاني. الكتابة الخاصة بجير اندرسون، تايبرايتر بتاعته، ماركة كورونا، ماركة عظيمة وكلنا بقالنا سنتين يعني زعلانين من الماركة. ايوه، مشرفانا هنا اهي. الكرسي كان بيقعد عليه جير اندرسون والمكتب بتاعه في الغرفة التانية. وفاكرين فيها كمان مفتاح البيت الاصلي بتاع الكلاسيك، المفتاح الاساسي للبيت، مفتاح الاساسي للبيت. مكتوب عليه اسمه طبعا، احنا شايفين طوله قد ايه، يناسب حجم الباب الكبير. جير اندرسون كاتب عليه بيتك كريتليه بجوار جامع سيدي احمد بن طولون، مكتوب على مفتاح البيت. عظيم. في عندي كمان بقيه بردك المفاتيح اللي هي بيوت العربيه القديمه، بردك مفاتيح كبيره ضخمه، البنسل كيس او اللي هي المقالم، مقالم خاصه بجير اندرسون كلها مكتوب عليها بالكوفي. عظيم. جاي من ايران. عندي التكريم اللي الملك فاروق اهداه او اداله لقب بلواء شرف او امير اللاي.
احنا دلوقتي في غرفه الشتويه او القاعه الشتويه اللي بيقعدوا فيها الرجاله على المصاطب، والصفه اللي كانت بتحط فيها القلل او بنسميها ممكن ثلاجه عشان بتحافظ على المايه ساقعه. عظيم. يلا بينا بقى على الغرفه الصيفيه. الباب اللي هنا ده بيطلع على الغرفه الصيفيه اللي بيقعدوا فيها بردك الرجاله بس في الصيف. الصيف. يلا بينا. تمام. دي الغرفه الصيفيه. تمام. او القمريه. القمريه. تمام. خاصه بالرجال، بيقعدوا فيها الرجال والرجاله في الصيف. في الصيف عشان طراوه يعني، مكان مفتوح. ومنها للقمر عشان كده اسمها الغرفه القمريه. تمام. ايه بقى مختلف هنا ومختلف تحت؟ الاول زي ما انت شايف المقعد الصيفي زي نظام بلكونه واسعه او تراس، وعندي عقدين بيميزوا العمارة الاسلاميه. العقدين ده عشان يقدر يشيل الحموله او السقف اللي فوقيه. وعندي اللي هو العمود الكورنيسي ده الجريكو رومان، بيؤرخ يوناني روماني. يوناني روماني. عندي كله الكابيتال بتاعه التيجان، عندي القاعده والتاج من فوق كله عليه زخارف. البيت ده فيه اثار من كل الحقب التاريخيه اللي مرت على مصر. تلاقي فيها مجمع عصور مختلفه. البير بقى اللي تحت ده انا قريت عنه قصه كده طويله وفيها حكايات كتير. اسطوره. اسطوره. اسطوره اثنين. طب ما تحكي لنا بقى الاسطوره دي بتاعه البير، لان البير ده يعني كان في ناس بتيجي تزور البير في حاجات. تمام. صح؟ تمام. طب قول لنا كده القصه. طيب نحكي اول اسطوره؟ نحكي اول اسطوره. الاسطوره الاولانيه بتقول ان كان في اسطوره السلطان وطويط وبناته السبعه. سلطان وطويط. وطويط. وبناته مش وطاط واحد. لا هو طيب. اسمه كده السلطان وطويط وبناته السبعه. كان عنده سبع بنات، كل بنوته نايمه على سرير من ذهب. كان كل واحد يجي عايز مد ايده ياخد جزء من الكنز الموجود فيه او عمله من الكنز الموجود في البير، فكان بيغرقوا جوه البير. فقرر السلطان وطويط ان اي حد يمد ايده، مش كل شويه حد يغرق في البير، ان هو اي حد يمد ايده هديله كاين من الكنز الموجود جوه البير الخاص بالسلطان وطويط وبناته السبعه. عظيم. دي اول قصه. دي اول اسطوره. تاني اسطوره. الاسطوره الثانيه بتقول ان هو سمي بالبير المبتون. ان كان في بنوته جميله اسمها لطيفه. دي تمام. لطيفه دي كانت بتبص في البير. البير اتفتن من جمالها عشان كده سمي بالبير المفتون. فطلعت الميه تجري وفاضت الميه لفوق، وطلعت الميه تجري وراها، وهي بتجري خبط في ولد اسمه امين. امين ده كان متغلب مامته جدا في الجواز. في اخر الاسطوره ان هو امين هيتجوز لطيفه. هو كل دايما عشان كده كان الناس اللي عايزه تحب او بتحب حد المحبوب او المحبوبه عايزين يشوفوا صور حبيبهم، فيبصوا في البير في الايام القمريه فيلاقي صوره حبيبته او محبوبه. في الايام القمريه تحديدا. في الايام القمريه يجي يبص في البير يشوف صوره حبيبته، تيجي تبص في البير يشوف صوره حبيبته. وكان بيبقى مفتوح، الناس كانت فعلا بتيجي. تمام. تبص. شيء عظيم، شيء عظيم. وده صحن البيت الكريتلي. صحن البيت الكريتلي عندي، وحوالي الغرف اللي احنا اتكلمنا عنها من تحت. وده الاسطبل اللي كان بيركن فيه الحاج محمد الخيل بتاعه. وليه باب بالناحيه الثانيه؟ وليه باب بس طبعا مقفول طبعا. اكيد. كان بيدخل على حاره صغيره اسمها حاره درب جميس. وبيجي منها بقى يركن الحصان بتاعه ويطلع لاهل بيته سواء في الحريم او قاع شتوي. فاحنا فاضل كده عندنا السبيل. تمام. والسبيل ده جميل جدا. صح؟ يلا بينا. نروح السبيل بعد اذنك؟ نروح السبيل. نروح السبيل. السبيل النقطة الأخيرة. تمام. في بيت الكريتلية. تمام. السبيل حاجة مهمة جدا في طبعاً. الثقافة العربية والمصرية. الناس كانت بتشرب مياه هنا مجاني. تاخد المياه ببلاش. ببلاش. تمام. قصة طويلة بقى بتاعت السبيل دي في التاريخ أنا مش حابب أحكيها، أنا حابب إن أنت تحكي لنا أكتر السبيل ده إيه اللي كان بيحصل فيه. تمام. قبل ما أقول بقى حياته في السبيل هنا في بيت محمد بن سالم، ان اول سبيل اتعمل في مصر هو سبيل الظاهر ببرس في شارع بين القصرين. وبعد كده كنا بنشوف الاسبله بقت ملحقه بالجوامع. من الغريب قوي ان انا اشوف سبيل جوه بيت. ده يعني الحاج محمد غير ان هو قادر انه يدفع سالر او راتب لصاحب للمزملاتي اللي شغال في الاوضه. مزملاتي اللي هو بيطلع الميه من السبيل يسقي الناس العطشانه في من خلال الشبابيك المفتوحه دي. يسقي يملى القربه بتاعته ويطلع الشارع بره يوزع على الناس. تمام. بس هنا الستايل مختلف. هو هنا ثابت ما بيتحركش. مزملاتي هنا مزملاتي ما فيش. لازم يكون نظيف وما عندوش اي مرض جلدي، يكون قوي عشان بيتعامل مع الميه، قرب الميه يفضي، فلازم يكون متوفر فيه العنصرين دول. عظيم. يفضي الميه في غرفه التسبيل اللي هي تحت، اللي هي اللي احنا واقفين فيها دي غرفه التسبيل، تحت اسمه التانك. بيفضي الميه اللي جايه من نهر النيل.
ده تانك؟ لا ده تانك مجرد خزان ميه يسع لي حوالي 500 متر مكعب من الميه. طب كان بيجيب الميه منين ويملاها في هنا؟ كان في فرع من النيل، فرع النيل اللي كان موجود هنا. تمام، اللي هي بيعدي بحيره بركه الفيل، كل ده كان فرع من النيل اللي كانت موجوده قدام مسجد احمد بن طولي. تمام، بيجيب كان منها طالع البير اللي احنا صورنا عنه. تمام، كل موصل لبعضه. وعندي هنا الميه بيجيب اللي هو بيفضي الميه اللي فوق الجمال، جايه له فوق الجمال بيفضيها في الخزان ده، عمقه حوالي 9 متر وزي ما قلنا بيشيل حوالي 500 متر مكعب من الميه. ولسه في ميه تحت انا شايف، ميه راكده. دي ميه راكده، كانت في ميه اعلى من كده. بس جالنا ترميم 2001 2002 الاثري نيكولاس، هو انجليزي الجنسيه، وبمساعده البعثه بتاعته شفطوا المياه او قاموا اللي هي كل المياه اللي هي زياده عن البيتين اتشالت، بس ما عدا الجزء اللي هو المياه طبعا عشان ما يعملش خلل البيت، ما تاثرش على اساسه. تمام، لان هو عاش في البيت، عاش في البيئه دي حوالي 500 سنه. في شباك هنا وشباك هنا، وكان الطريقين مفتوحين، كانوا على الشارع. تمام، ما كانش في اصلا جنينه ولا كان من الطريق ده. العطله كانت بتودي على الجامع على طول، دايره عطله الجامع اللي بتودي على احمد بن طولون. تمام، اللي احنا كنا موجودين فيها في بدايه الحلقه. تمام، الناس كانت بتعدي بقى من تحت تشرب في الكوبايات. هم مجرد بصوا عطشانين، عطشان بيجري بسرعه على السقا يدي له الميه فور فري، كله مجاني، ويحط له في الميه في الاكواب اللي هنا دي. لو كانت دي كلها طبعا مش اصل، احنا حاطين اصل فوق عشان كان زي ما قلنا ده كان شارع، فممكن اي حد يسرق، وكلها مسلسله بسلسله عشان ما حدش. الحاج محمد سلم وكله من خير الحاج محمد، هو عايز يعمل عمل خيري، عايز يدخل الجنه من اوسع ابوابها، فحط في حضن بيته السبيل وعمل كتاب تاني فوق السبيل. غير السبيل والميه، الاوضه دي او اوضه السبيل، غرفه السبيل فيها حاجه مختلفه شويه. السقف فيها جميل، يعني كل الاسقف في البيت حلوه، بس هنا السقف فيه حاجه مختلفه. من اروع الاسقف الموجوده عندي، زي ما قلنا كلها براطيم خشبيه اللي هي عباره عن خشب، عروق خشب. براطيم خشبيه يعني عروق خشب، عروق خشب اللي هي بس بالعرض. بتاخد الشكل معين، يعني من الاطراف تبقى تخينه شويه، وبعد كده تاخد السرير تاني من النص او مستقيمه من النص عشان تحمل، عشان تقدر تحمل عليها الاوضه اللي هتبني فوقيها او الارضيه اللي هتبقى فوقيها. السقف عندي كله واخد طبقه مذهبه وعليه كلها رسومات هندسيه ونباتيه، داير ما يدور. عندي برضك الاقي هنا افريز عليه الحاج محمد كاتب اسمه هنا في الشكل البيضاوي ده، العبد الفقير الله الحاج محمد ابن جلمام، وكاتب السنه اللي هي مبني فيها الحاج محمد ابن جلمام الجزار. جلمام الجزار، ابن سامي ابن جلمام الجزار، وكاتب اسمه عشان يقول انا صاحب البيت، ام اونر اوف ذا هاوس، انا صاحب البيت، انا اللي بنيت هذا البيت. انا بشكرك جدا جدا على الجوله دي، نورتونا يا حسين. اتبسطت واستفدت وعرفت حاجات جديده عليا. ميرسي يا حسين. في النهايه حضرتك تقولي للساده المشاهدين مواعيد الزياره، تذاكر، يقدروا يعملوا ايه كمان حوالين بيت جاير أندرسن. هنتكلم على مواعيد الزيارة. احنا في فترة كورونا، معلش بنعتبرها لسه امتداد لفترة كورونا، هيبقى المواعيد عندي من 9 ل 3. التذاكر بالنسبة للمصريين هتبقى الطلاب، لحد الطلاب اللي هم حكومة يعني، لحد فترة إعدادي هيبقى عندي 5 جنيه أو الحكومة فور فري، بعد كده طالب مدارس خاصة يبقى 5 جنيه. عظيم جدا. طالبات الجامعة، طلاب الجامعة اللي هم بعيدة بقى عن فنون تطبيقية أو تاريخ أو آثار، طالما طالب يبقى 5 جنيه برضك. عظيم، دي أسعار رمزية جميلة يعني، أي حد يقدر يجي. الشخص بقى الكبير أو البالغ بقى 10 جنيه. الأجنبي، الطالب الأجنبي 30، الكبير هيبقى 60 جنيه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. العفو يا حسين. العفو. أشكركم حضرات السادة المشاهدين، حاولنا على قد ما نقدر نديكوا جولة داخل البيت عشان الناس اللي ما شافتش تشوف، والناس اللي حابة تزور تعرف إيه اللي موجود في مصر. وإن شاء الله دي مش هتكون آخر مرة نزور أماكن في مصر ممكن تكون الناس نسياها شوية، هنحاول نفكر بعضنا ونفتكر مع بعض وننبسط. صباح الخير عليكم. كل الشكر ليك يا حسام على جولتك. الحقيقه يمكن احنا قسمنا الجوله عشان كانت طويله، قسمناها على يومين. امبارح عرضنا جزء، حسام كان موجود في بيت امنه بنت سالم، النهارده عرضنا الجزء الثاني من جوله حسام في بيت الكريتليه، والاثنين تحت مسمى متحف اندرسون او جاير اندرسون.
شفنا التفاصيل اللي موجودة جوه، مهم جدا للأجيال الحالية والأجيال القادمة تعرف ماضيها وتعرف تاريخها. وزي ما حسام عرض لنا كده، يمكن الزيارة مفتوحة، وأسعار كمان التذاكر ما أعتقدش إن هي يعني رقم كبير، ده 10 جنيه للفرد، فمش رقم كبير يعني. جولة ممتعة، ولو بنتكلم انه الناس تروح وتزور وتتفرج على اثارنا، اعتقد انه طول الوقت احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين خروجات مختلفة، وخصوصا للاجيال اللي هي لسه بتتعلم وتعرف وتقرا اكتر، الموضوع هيكون ممتع جدا بكل تأكيد. بنشكرك يا حسام على هذه الجولة.